الدكتور محمد عمارة رئيس جمعية وجدة فنون. تنظم جمعية وجدة فنون هذه السنة الذكرى العاشرة لمهرجان دولي للراي. هذا المهرجان اللي عنده دابا 10 سنين، 10 سنين تنقولوا احنا بالنسبة للمهرجان كثيرة وقليلة في نفس الوقت. قليلة لأن 10 سنين بحال شي طفل عنده 10 سنين تيتمشى وتيفهم شي حوايج، بس ما يفهمش كل شيء، مازال ما يفهمش كل شيء وما عندوش كاع المعطيات. إنما بدينا نوقفوا على رجلينا، بدينا نقدروا نتمشاو، إذا تنظن بلي المهرجان تاعنا دابا راه واقف على رجليه. إنما حنا نتمنوا على الله تكون لابرينيزاسيون، بمعنى يبقى هذا المهرجان سنين وسنين من ما نكونوش حنا ويجيو ناس أخرين وأخرين وأخرين. لأن علاش هذا المهرجان عنده واحد الدور مهم بالنسبة للناحية الشرقية، ما نقولش غير وجدة، لأن دائما ملي نتكلم على الناحية نتاعنا راه من ناظور الفيقيق. هذا المهرجان عنده بعدا واحد الدور ثقافي، اولا لان بغينا الثقافه نتاع المنطقه الشرقيه فن الراي بالضبط يتعرف، وراه معروف دابا حاليا في العالم فن الراي معروف. بغينا هذه المنطقه الشرقيه اللي عندها هذه الخصوصيه وعندها هذا في التاريخ تاعها، في جدودنا احنا كان هذه الموسيقى تركز خاصه عند الاطفال تاعنا. عندنا واحد دائما تنتكلم على الامن الثقافي، كما الناس تتكلم على الامن الغذائي وتتكلم على لا سيكوريتي سوسيال، كاين لا سيكوريتي كولتوريل، الامن الثقافي. خصنا نحمي وليداتنا من الغزو الثقافي، لان الغزو الثقافي سهل دابا مع الامكانيات التكنولوجيه. كل واحد فينا راه يسمعنا درك، راه عنده ولادو، يمشي يشوف شنو راه يسمع ولادو في الموسيقى وشنو تيشوفوا في الموسيقى ولاداتو ويعرف. وانا ولادي بحال ولادو نفس الشيء. اذا خصنا عندنا واحد الهاجس حنايا يكون عندنا هذا الامن الثقافي، بمعنى نعلم وليداتنا الثقافه نتاعنا ونتاع جدودنا. ماشي التجديد، بغينا التجديد، ولكن السوق الركيزه خصها تكون نتاعنا وتبني عليها حاجه جديده بالالات كما يدير الراي، الات حديثه، انما الكلمات، انما الايقاع وكل شيء قديم، وحاجه فوق حاجه باش تبقى دائما الطابع نتاعنا. من تسمع مثلا موسيقى الراي ما يمكنش تقول هذه جايه من سكندنافيا ولا جايه باينه من جايه، خص يكون هذا السوكل، خص يبقى دائما هذا، وهذا الشيء لوليداتنا ولدات وليداتنا، وهذا هو الاهم احنا عندنا. اوكي دكتور، بالنسبه تكلمتم عن الاختصاص والامن الثقافي جيد، الا ترون معي بان مهرجان الراي كان من اختصاص، كان الاختصاص ديالو هو الموسيقى الراي، والان اصبحت هناك موسيقى داخله اللي هي موسيقى الغرب، الا ترون بان هل هذا التميز سينظفر مع الوقت ام ترون هناك استراتيجيه اخرى في نظركم؟ لا فعلا هذا السؤال في صميم الموضوع اللي كنا نتكلموا عليه. حنا اللي تجي موسيقى غربيه ويكون عندها واحد الركيزه نتاع الموسيقى نتاعنا مرحبا، بالعكس حنا انا تنظن بلي خص يكون الانفتاح. ودابا العلماء ماشي غير في الميدان الاقتصادي، راه العلماء في كل المسائل، خص يكون انفتاح على الموسيقى كلها، انما دائما تكون الركيزه نتاعنا هذا هو الاهم، غير تكون لو سوكل، يكون الركيزه تاعنا في الايقاع وفي الكلمات او في المواضيع. ما نساوش باللي احنا عندنا مشكل في الموسيقى المغربيه ولا العربيه بصفه عامه على المواضيع. المواضيع تاعنا تقريبا نفس المواضيع، ترجع نفس المواضيع اللي عاطفيه اكثر ما هي حاجه اخرى، واللي عندها حتى هي الحلاوه نتاعها، ماشي انما المواضيع عاود مشكل، لان توالفنا في التاريخ القريب نتاعنا ما نتناولوش جميع المواضيع. ما الحمد لله دابا بعدا نهضر على المغرب اللي نعرف، ما كانش موضوع اللي ما يمكنش واحد يتناولوا. خص غير الفنانين تاعنا، خص غير الناس المسؤولين تاعنا، خص غير الناس اللي يهتموا سواء بالكلمات او حاجه اخرى يعرفوا بلي هذا المغرب الجديد راه مغرب غير ما عندك، راه غير تكون عندك داك الشيء الجوده، لان دائما نرجعوا للجوده. تكلمنا مثلا الافتتاح تاع المهرجان اللي درناه في مسرح محمد السادس، بعض الناس قالوا لنا ودي انتم راي علاش عجبكم مع الموسيقى المغربيه. استضفنا مع هذه السنه الفنانه الكبيره لطيفه رأفت، العام اللي فات كان السي نعمان الحلو. احنا عندنا هذه القضيه نتاع التراث، لان المواضيع الاغاني اللي درتهم الاستاذه لطيفه رأفت كانوا بعض الاغاني قدام عندهم 50 سنه، وكاع الجمهور يتجاوب معها لان الجوده تما والكلمات تما والاداء تبارك الله عليها تما. هذه هي الموسيقى اللي نبغيوها حنايا، هي اللي بغينا وليداتنا يسمعوا لها، لان وموسيقى الراي كذلك
فيها الحاجه الزينه وحاجه الخايبه، جميع كاع كجميع الموسيقات، لان خص الاختيار يكون بشحال ما كانت الاغلبيه نقيه مرحبا، ويجي واحد مثلا بتقنيات اجنبيه مرحبا. احنا متفتحين، قلت لك المغرب الجديد كما كان في الميدان السياسي احنا في الميدان الثقافي متفتحين للجميع. انما دائما نرجع لواحد القضيه، ما يجينيش واحد الموسيقى ما داخله علي جيني من المريخ وجبر ولدي منها، انا تبقى في خاطري شي شويه من نسوي يقول لي هذا الشيء زين هذا ما ايوا. انا ما غاديش على ولدي نفرض عليه النوع الموسيقي اللي نبغي، لا بالعكس، لاحظتوا غير في البرمجه عندنا بزاف تاع المواضيع، مثلا عندنا دي راب، هاد لو راب اللي الشباب يبغيوه تجيبوه ما كان حتى مشكل، عندنا دي بانك، عندنا انواع كثيره. علاش؟ باش الناس يكون داك التفتح الموسيقي وما يكونش داك الانغلاق على موسيقتك الغين تاعك. هذه ماشي هي هذه اللي بغينا احنا، غير بغينا الراي تاعنا ما يموتش، الراي تاعنا، وبغينا هذاك الراي اتخافيغ مع هذاك لو راي نهضروا على الجهه تاعنا. لان ما ننساوش واحد القضيه اخرى، احنا عندنا الغرض الثاني من غير ثقافي هي تسويق المدينه وتسويق المنطقه الشرقيه. لان الخطاب السامي نتاع سيدنا هنا في وجده نتاع 18 مارس، الناحيه الشرقيه تبدلت حاجه اخرى، ما تمشي للسعيديه ولا تمشي هذاك ولا سي عشوك المطار، داك الشيء تبدلت بزاف بزاف بزاف، المغرب اخر. لهذا خص عاود هذه المسيره الثقافيه تواكب هذه المسيره الاقتصاديه اللي كاينه، وتواكب المسيره نتاع الناحيه الشرقيه، عاود بالثقافه، بصح ماشي ثقافه تاع شي واحد جايين من المريخ. فين تتجلى التمييز ديال التمييز المهرجان في نظرك؟ في المواكبه التمييز الاول، بعدا باش الناس تجي تسمع علينا، بعدا غير يسمعوا يهضروا على وجده ويهضروا على المنطقه الشرقيه، هذه الاولى. المشكل الثاني، شحال من واحد يجي العطل تاعو راه يجي دوزها في وجده في وقت المهرجان. حنا خاصه ما تنساش باللي الاخوان تاعنا اللي يسكنوا في الخارج كثير منهم جايين من هذه الناحيه الشرقيه. خصك تعرف بلي مثلا في ليل كاين 19000 مغربي، غير نعطيك واحد الشيفر هكذا. سكيفي هاد الناس تيسقسيونا، قلنا فوقاش ديروا المهرجان باش نديروا العطله تاعنا، يجي يلقى مثلا سبعه تاع السهر، سبع ايام متابعه غير الفنان الكبار الاحسن ما كاين في العالم وبالمجان اون بلان اير. هي نقطة ترفيهية بالنسبة للشرق، بالنسبة للجهة الشرقية. بالنسبة للجهة الشرقية أنا تبان لي، والغيب لله، أنا تبان لي بلي مهمة بالنسبة للمنطقة الشرقية. بعض الناس تبان لهم بالك ثانوية، ولكن بالعكس أنا تبان لي حاجة مهمة، لأن الإنسان يجي في عطلة عنده النهار، عنده البحر، عنده السعيدية، عنده كابدولو، عنده مثالي، ولكن في العشية يلقى فين يمشي هو وليداته، داك الشيء غراتويتمون، لأن ما ننساوش بلي المهرجان تاعنا بالمجان. ما عندناش حنا تحت ما يخلص. اظن هذه هي الميزه ديال المهرجان ديالكم، بان مازال والان كما تنعرفوا بان الموارد الماليه صعيبه. صعيبه صعيبه جدا. على ديك ونغتنم بعد الفرصه ان راني معكم في هذا الشان، باش الاخوان اللي سبونسور مرحبا بكم في وجده، مرحبا بكم. على ديك الموارد الماليه ممكن نعرفوا الملف ديال هذه السنه المالي؟ ما قلتش نقول لك، لان مازال ما لان تعرف كومون سا سباس. غير نسر لك، دابا عندنا مثلا سبونسور، لا عندنا سبونسور نسبيا مجيت 5 مليون درهم جلوبال، 4 مليون 5 مليون درهم. دابا سبونسور ما يخلصكش في الاول، يخلصك حتى يكمل المهرجان، وكان اللي يخلص كان اللي تعطل كان اللي ما يخلصش، فهمت؟ كاين بزاف المسائل. انما احنا عندنا من اضعف الميزانيات تاع المهرجان في المغرب، ولكن عندنا ثاني في المغرب كله بالنسبه للجمهور، احنا بعد موازين بالنسبه للعدد تاع المتفرجين، ولكن في الامكانيات، ولكن كان الله وكان سيدي يحيى وكان الاخوان. الجديد نتاع الجمعيه بعد اولا هي اللي الانفتاح على المجتمع المدني، وهذه السنه جاوا خمسه من الناس ما كانوش معنا رجعوا معنا في المكتب، ناس مهمين، وبغينا في المستقبل القريب نزيدوا ناس، بغينا واحد الجمعيه تكبر، وبغينا كل واحد يحس براسو بلي هذه الجمعيه نتاعو. الجمعيه ماشي نتاع الرئيس ولا نتاع الكاتب العام ولا نتاع نائب الرئيس، جمعيه نتاع مدينه وجده ونتاع المنطقه الشرقيه. ومرحبا بالجميع كاع الاخوان اللي يحسوا باللي يقدروا يجيبوا واحد الاضافه، خاصه تنركز على الناس اللي عندهم واحد الميول، الناس اللي عندهم علاقات في الاقتصاد وعلاقات عليا اللي احنا ما نقدرش نوصلها، لان كل هما يجبرهم قراب لها ويساعدونا، لان من يساعدونا احنا راهم يساعدوا المدينه والناحيه الشرقيه، ونزيد يساعدوا دوك الشباب. ما تنساش باللي الجمهور تاعنا 90% 80% ما بين 15 و 25 عام. عندنا الشباب، عندنا واحد الجمهور شاب جدا، شاب جدا، وعندنا وبغينا من واحد يساعد المهرجان راه يساعد كاع حد الناس. ما ننساوش هذا العام درنا واحد المباراه نسميوها احنا راي اكاديمي، تنديروها كل سنه للشباب.
هذا العام شاركوا 176 مغني شاب من الناحيه الشرقيه. غادي 10 منهم غادي يدوزوا غدا امام الناس وامام لو جوري، وهذوك العشرة غادي يخرجوا منهم ثلاثه اللي يدوزوا في لا غروند سان، غادي يشاركوا مع الفنانين الكبار اللي غادي يجوا معنا. هذا الشيء كله دعم منا باش نديروا باش شويه نعطيو واحد الحظوظ، لان الشاب المغربي مسكين خصو غير اللي تعاونوا. الشاب المغربي في جميع الميادين، هذه ماشي في الميدان الثقافي فقط، خصو غير اللي يدير له ديك المساعده الاولى، ومن بعد كل واحد وزهرو وكل واحد والامكانيات تاعو. بالنسبه للاعلام كلمه اخيره، ماذا ستود ان تقول؟ بالنسبه للاعلام بغيت اولا نشكرهم، لان تيحضروا معنا وفي ظروف بعض المرات ماشي كلها مناسبه تنطلب منهم السماح. وعلاش الا ما كانش الجمهور، الا ما كانش الصحافه، ما كاع الكلمه تاع ما غاديش توصل. وحنا اللي بغينا يتكلموا لنا على مدينه وجده وعلى المنطقه الشرقيه اللي عندها واحد المستقبل في جميع الميادين ظاهر، لان عندها التفتح على البحر على المهم. عندنا واحد الناحيه اللي ان شاء الله بحول الله، وخاصه بالتقسيم السياسي والاداري الجديد مع الجهات، غادي انا متفائل جدا. وبغينا الصحافه تعاوننا في هذا الباب وتعاوننا عاود تسمح لنا. بعض المرات تنغلطوا معهم، انا نشوف بعيني بعض المرات مع الاخوان الصحفيين الله يحسنهم، تم عندكم عمل شاق بالك اكثر منا، تنطلب منكم السماح ومرحبا بكم في وجده. ونحن ايضا بدورنا نشكركم، واعتبر بان الوكاله العربيه للصحافه ابقى هي شريك المهرجان الدولي للراي. نتمنى لكم التوفيق.